راني هنا نسرك في بال، نقدر نسمعك بنتي. واحد ما يقدر يعاوني طاطا. راه ملي كنت حندير بهم بروجي تاعي راحوا. يما عماد، يما مات على جاري. جامي ما حسيت بلي هادي داري. فتيحة، هادي دارك ودار وليدك، وانا ما نقدرش نصبر على ايوب، ما نقدرش نصبر على وليد وليدي. حياتي كاملة وانا نخمم كيفاش نرديها، نفرحها، ما نزعفهاش، ما نجرحهاش. هي قاعدة تخطط غير كيفاش تخلي بنتي لوليدها. فتيحة، انا ثاني ما عندي حتى واحد، وشكون يونسني؟ فتيحة بنتي، ما تروحيش وتخليني وحدي. أنا ما خرجت منها. تجي بنتي، تجي بنتي. إيش كاين تاتا؟ واش بيك تاتا؟ جيب لي الدواء تاعي فوق الطابلة تاع الكوزينة. أبوليس، عرفتها؟ راح يهب لك هذا صالح ماما. بعتها صح، بصح مشى على جدرة. بعتها على جنة نرجس. باش كي تحل عينيها نولي تشوفوه معانا. كي تكون معايا نحس روحي مليح. ياك ما بيك والو، راك مليح. خوك يوسف كل ما يطيح الليل نتقلق نتوسوس ونخاف، نخمم غير فيه. عيتني، تعبتني، قهرتني يا وليدي. ساعه ساعه نقول راك تدير فيها بالعاني. ماشي غير انا اللي غلطت، كامل غلطتو. انت غلطت، يما غلطت، ربيع خويا غلط، كل واحد فينا غلط وراه يخلص في هاد الدنيا. انا ما قتلتش غنيه، منصور لازم نقتل منصور. فضيله جاب الطفله ولا توم؟ جاب التوام، طفل وطفلة. كشت كشت، خافيش خافيش. صالح 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 صالح. جمال 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 جمال. أستاذين أسد. بالنسبة للسوسبي هذا ودخل الدار. واصل. فارس ما كانش هو. امير وين رحت؟ ماما راهي مقلقه وفارسه وغير حوس عليك. كاش عيما ما كاشها خرجت وما قالتليش وين راحت. امير روح عند فارس. خليني فارس، انت كي مليحه اميره. Thank you.
كما تعرف حميد رئيس العصابة اعترف بسهولة بكل الجرائم المنسوبة ليه. نعتمنا حتى المكان اللي خبى فيه صافية، الشيء اللي مكننا نقبضوا عليها. عزيز راهو في لامورك، العشية إن شاء الله يجينا تقرير الطبيب الشرعي عليه. رسالة الاعتراف اللي لقيناها في جيبه تأكد لنا باللي هو اللي قتل منال بدافع الغيرة والحب من شخص هو أهم أفراد العصابة، أمير اللي هو أخوك ضابط فارس. أنت ضابط في المستوى ومثالي، وكل إنسان مسؤول على أعماله وأفعاله. ما لهز راسك، راك عندك أصعب مهمة في مشوارك المهني. أمير الله يعيش خويا العزيز، قعد معنا ولاش هكا ما نغيدوكش. أميرة لازم نروح، خليها عندك. هذا عندك هذا قراي مليح، تخليك يشرحك عليا. كامل ونحارب في الكريمين والسراقين، مش مع الاخر ديك وضرب لي خويا والسراق الكبير. واش كاين؟ ها؟ واش راح معايا وياكل معايا البس معايا؟ واش كاين؟ بهدلت بالعائله. واش كاين؟ وسخت اسم العائله. فهمني واش كاين؟ امير واش درت؟ واش درت؟ فهمني. عطيني نهار واحد نجيك برجيه الكوميساريه. فهمني واش درت؟ نتاك على عزيز عاد تزبات. فهمني واش كاين؟ امير فهمني واش درت؟ واش كاين؟ فهموني واش درت؟ فارس فهمني واش كاين؟ نورهان بنتي، في هذا الدنيا ما كانش لي ما شربش من همها، والوالدين ساعة لساعة يخبوا بعض الحاجات على ولادهم على خاطر يخافوا عليهم. هذا ما كان وش اللي سمعتيه انتي وانا ما رايح يغير حتى حاجة بيناتنا. تبقي ديما انتي بنتي العزيزة، ونبقى أنا ديما مانك، وغنية اللي حباتك وتعبت عليك ورباتك تبقى هي يماك يا بنتي. غنية مهما دارت مهما صار تبقى غنية هي بنتي، وما نحبش عليها على خاطر هي من لحمي ودمي. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
سمية نور انا راحت علاش ما عيطيليش؟ خليني نهضر معاك. صالح ماما نحبها بزاف ومازالني نسحقها فهمت؟ وماشي بسبتك انت لازم تموت وتخليني. شنو هاد الهضرة؟ علاش انا ما نحبهاش؟ هذا هو الصح. باش انت ما عندك شي مكانة تانيك لازم ما تكونش عندي ماما. تحب نقول لك خالتي فضيلة ما ماتتش متربي قتلت روحها. سقسي ماما تقول لك. يما 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 ماما يما ماما يما ماما يما نرجس بنتي الدكتور مراد قصدني وخطبك مني. انا من جهتي ما نقول فيه والو لكن الكلمه الاخرى راهي ليك. علاش كل ما نشوفك نحس بلك مخبي عليا حاجه؟ يما واش كاين؟ حبيت نسقسيك بصح هاد الخطره جاوبيني ماشي كيما الخطرات اللي فاتوا. صح انا مخبي عليك الحوايج وشي حاجه برك غير الخير. كيش مخبيه تصويراتها بابا ويما مع بعضهم؟ هذيك هي يما مع خالتك اللي حكيت لي عليها الله يرحمها. قلت لك 100 خطره بلي باباك نهار كي تزوج بيماك راح لفرنسا وما عودناش شفناه. كنت صغير كيما تيما فضيله وربتني خالتي ناديه. هذاك السيد اللي جاي يحوس عليك باين ناس ملاح على حسب ما شتو يحبك. واش راك عمي جان ريحت شويه؟ لاباس الحمد لله وكي تكون معايا نحس روحي مليح. عمي جمال نحن سملاح بصح بالنسبة لي خالتي نادية هي يما عييتها بزاف مسكينة. جمال بابا اسمه جمال. صالح 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 التليفون تاعها راه طافي بالك ما حبش تهضر معايا. لا بالك يا مليطه بالك.
درت له افوكا. ايه درت له افوكا غير باش تهنيتي، وكان جات ليا نخلي يرشا في الحبس. ماما علاش كي دايره في روحك هكا؟ هو قال لك فارس من نجي تقدري تروحي تشوفيه. فارس توصلني دار صالح. عاودي عاودي مازالك تجبدي لي على صالح. واش بك فارس؟ وعلاش كل ما نهضر لك عليه طير فيا؟ وديجا ماشي لافوت ديالو الا جا الموسفيه. راني حابه نروح لعندهم غير باش نروح نشوف نورهان، باسكو عيط لي البارح وقال لي نورهان راهي في مشاكل لازم نوقف معاها. توصلني ولا نروح وحدي؟ اسكتوا نتوما الزوج، الهم اللي راني فيه يكفيني. خوكم في الحبس وانتوما تخبوا على المشاكل تاع الناس. نورهان صالح، صالح نورهان، نورهان صالح. عييت منكم، عييت من المشاكل تاع الناس والمشاكل نتاعكم. خلاص يكفي. بعدي جمال ما كاشو خلوك انت بيطار. شنو بيطار؟ بيطار طارق صح. اي ما تحق هدرت مع الطبيب؟ اي هدرت معه وغدو ان شاء الله رونديفو. المهم انت وجديها لازم ترقد بكري ان شاء الله. فاتن بنتي ما كليتي والو من الصباح، كل شويه. لا لا صح عماد، يا غدوة كندير لوبيراسيون نحس والو. لا لا ما تحسي والو، كي تنوضي تلقينا كامل قدامك ان شاء الله. عماد قبل ما ننسى روح نعطيك دوسي ميديكال تاعها. ايه فكرتيني. ترجع للدار راحت اختي انتهى منصور على جل منصور. واش دار لك هذا منصور خالو؟ كانوا كامل يهضروا عليا، كامل كامل يهضروا عليا، كامل يضحكوا عليا، يضحكوا لو كان صغير يتمسخر بختي. ما يتمسخرش بختي، ما يتمسخرش بختي. على جنب صور صح. انا نقتلو، انا نقتلو، انا نقتلو، انا 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 نقتلو. ريح ريح. مازال ما روحش للدار. شدتني شويه خدمه كوميسار. عم بالي بلي موش سهل على اي انسان انه يلقي القبض على اخوه. وعلى هذه راني فخور بك يا فارس.
خويا غلط ولازم يتعاقب. انا الحاجه اللي راهي مقلقتني هي الحاله اللي راهي فيها يما. اما لهذه سبه باش ما تزيدش تبات هنا في الكوميسارية. يماك راهي محتاجتك اكثر من اي وقت فات. ما نظرك تلم حوايجك وطول الدار. عندك عطله اسبوع من عندي. بصح حضر. هذا امر موش طلب. ويبقى امرك حضارات. طيب صباح الخير. تاني. فيه يموت حبيت تورت علاش يا مدام مشي هكذا مش راه ما تخممش راهم واقفين معاه وش هاد الحكايه ماني فاهم والو انا فهمني دوك نحكي لك وراح تفهم كل شيء فهمك يا ولدي راني فهمك بصح ما يلزمش تلومو صدقني حتى هو ما كاش على باله بلي عنده ولد هذا راه باباك يا صالح باباك بابا هاي بالك بلي هاد الكلمة هي اللي تحرمت منها طول حياتي عشت 20 سنة وانا يتيم اشتقت كلمة بابا اشتقتها ودوكا حبني نقول له بابا شغل ما صرا والو انا راني حكيت لك كل شيء مرتو هي سبابو المره تاعو هي اللي غلطتو حتى هو رفيق بينا كبيره وانا شكون يحس بيا شكون اللي يفهمني شكون يخمم عليا بليلة ونهار ولا عندي بابا ولات عندي اختي حياتي كامل تبدلت حيت في راسي عييت مانيش قادر ما نخمم خلطوا لي حياتي خطيوني يا ربي خطيوني كرهت خلاص عييت
ريحت شوية. جلال اسمح لي ما نقدرش ندخلك. على بالي نبقاش ونجي. صباح الخير عليكم. نجس روحي وجدي راحت باش نروح. نرجس اسمح لي جلال ماذا بك مسج جلال نرجس دوكالا هي خطيبتي وعلاش التليفون تاعك راه طافي؟ وعلاش جيتي لهنا وما قلتيليش؟ عندي زوج سوايع وناس تما فيك. واش كاين نورهان؟ واش بيك؟ انا ماشي من حقي نفرح كيما البنات كامل. ماشي من حقي اللي يحبوا قلبي نديه ونتهنى معاه. بروبلام مع والديك؟ انا نهضر معاهم. محال نسمع فيك نورهان. محال. راكي تسمعي فيا. وإذا تحبي من غدوة نجي نخطبك من داركم. دارنا إماد أنا ما عندي لا دار لا عائلة. على باليش من با وشكون أنا. شكون أنتي؟ أنتي المرأة اللي حبها قلبي نورهان. اسمح لي إماد أنا روحي ما رانيش قادرة نخمم فيها. كيفاش حبيتني نخمم فيك ولا فينا؟ الحاجة اللي ديري راني معاك. المهم أنا ما نشوف في حياتي بلا بيك نورهان. تقبل تدي لدارك وحدة كيما أنا؟ ما فهمتش. بعد تفهم كل شيء. يشوفوك الناس مش حاب يقتلوها باش تجي لازم تخطبها روح روح ماتش ناوية تربيها باش نردها لما عرفتها على نص نهار وليتي مات ماشي مليحة نص نهار راكي سمحة فيها وهذه ماشي خطرة ماشي زوج هكذا صحة